السلام عليكم متتبعين قناة عالم بشرى في إيطاليا. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كما شفتوا اليوم غادي نقدم معكم كيك يومي اللي كيجي رائع بنكهة الكوك والحامض. كيجي رائع وجد رائع وبسيط كما عودتكم دائما في القناة عالم بشرى في إيطاليا. يلا نخليكم باش نمشيو نشوفوا المقادير على بركة الله، ونتمنى من الوصفة نال الإعجاب ديالكم. اللي باقي ما تابوناش وشاف هذا الفيديو يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، فضلا وليس أمرا. يلا معايا باش نشوفوا المقادير على بركة الله وبسم الله. على بركة الله هنا عندنا المقادير اللي كيتكونوا من أشياء اللي بسيطة وكتكون موجودة عندنا في البيت. عندي كاس تاع زيت كبير، وكاس تاع السنيدة من الحجم الكبير، وكاس تاع الحليب من حجم الكبير. عندي ثلاثة البيضات، عندي شوية الخل اللي هو ضروري، جوج معالق كبار ديال الكوك، وعندي هنا الفيرميسيل ديال الشوكولا ألوان، وعندي حامضة اللي غناخد القشور ديالها وغادي نعصرها حتى هي. كما كتشوفوا هنا غناخد الإناء ديالنا اللي غادي ندير فيه الخليط ديال الكيك ديالنا. كما كتشوفوا غادي نضيف ثلاثة البيضات، وغادي نضيف لهم كاس ديال السنيدة الحجم الكبير. الكاس اللي عبرنا به السنيدة هو اللي نعبروا به البنات الحليب، وهو اللي نعبروا به الزيت باش يكون القياس هو هذاك. اللي ما عندوش الكاس كبير ما عرفش كيفاش غيدير العبار، كاس كبير وجه كبير كبير بزاف، ولا جه صغير بزاف، ولا يدير كاس ديال العنبه، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان سنيده، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب. كما كتشوفوا هنايا ضفت السنيده مع البيض، وغادي نطربهم مزيان. اللي بغى يدير الطرب اليدوي يديرو، انا كيعجبني نطرب بيدي كيجي افضل، واللي بغى يستعن بالطرب الكهرباء كان افضل. انا هنايا استعنت غير بيديا بالطرب اليدوي. كما كتشوفوا غادي نطرب البيض مع السنيده حتى ينسجم مزيان مع بعضياته ويولي بحال البيض كما كتشوفوا. وباش نضيف ليه الحليب من بعد غادي نضيف ليه الكوب ديال الحليب اللي سبق لي وخليته على درجة المطبخ، ما يكونش البنات بارد بزاف وما يكونش سخون بزاف. كما كتشوفوا غادي نطرب الكل مزيان مزيان، وغادي ارجع معكم. بعد ما طربته كما كتشوفوا حتى ولا اللون ديالو ابيض، غادي ندوز باش نحك واحد الحامضه كامله، غنحك لها القشور ديالها كما غادي تشوفوا، وغادي ندوز باش نعصرها كامله حتى هي باش غادي نضيفها الى الخليط، لانها كتجي موالمه مع الكوك. وانا هذا الخليط ديال كيكه غادي ندير فيه الكوك، كيجي رائع البنات، جربوه وردوا عليا الاخبار. كما كتشوفوا غادي نحك الحامضه مزيان حتى نحكها كامله، لان دوك القشور صراحه كيعطيو واحد النسمه اللي رائعه. بالنسبه للمحبين الحامض هذا كيك يومي وبسيط جدا جدا، والمقادير كيكونوا متوفرين في اي بيت. نتمنى منكم تجربوه. كما قلت لكم دائما المبتدئات اللي ما تعرفوش بزاف الحوايج، كما احنا اللي كنتعلموا من الناس اخرين. كما كتشوفوا هنايا ضفت ليه الكاس تاع الزيت اللي خليته حتى الاخر باش ما نخسرش به في الاول. الزيت دائما الا بغيتوا ديروا الكيكه الزيت دائما تخليه الى الاخر.
كما كتشوفوا غادي نطرب الكل مزيان حتى ينسجم العناصر كامله مع بعضياتها، وغادي ندوز باش نضيف ليه واحد المعلقه ديال الخل، معلقه صغيره البنات ديال الخل اللي هي اساسيه في الكيك وضروريه. ولا دخل الا رجعتوا للفيديوهات القدام عندي كتلقاوني دائما دائما ضروري كندير في الكيك ديالي الخل، عندك الخل والماء. كما كتشوفوا هنا ضفت لها واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نطرب الكل مزيان مزيان حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. وغادي ندوز باش نعصر هذيك الحامضه مزيان، غادي نعصرها تقريبا واحد ثلاثه المعالق حتى ربعات المعالق. اللي بغى يدير نصف كاس ديال عصير الحامض يديرو، اللي كيبغي الحامض يكون مجهد يديرو. انا غادي نكتفي بانني غادي غير نعصرهم بحال هكا، غيعطيوني تقريبا واحد ثلاثه المعالق كبار عامرين ديال الحامض. غادي نحرك الكل البنات، وغادي ندوز باش نضيف الدقيق. وبالنسبه للدقيق نضيف بعدا الكوك، واحد ثلاثه المعالق ديال الكوك كما كتشوفوا، اللي هو ضروري واساسي في هذه الوصفه، كيجي رائع وموالم البنات مزيان مع الحامض. جربوها البنات كيجي رائع رائع رائع. غندوز دابا باش غادي نضيف الدقيق، والدقيق يبقى على حسب الخليط. انا هنايا ما كنديرش الدقيق، كندير عيني ميزاني، كندير على حسب الخليط كيبقى. ثم كتعرفوا العجين ديال الكيك كيفاش كيبقى. كما كتشوفوا البنات غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نخلي الخليط ديالنا يجتمع يولي ماشي سائل وماشي قاصح. نخليوه على شكل الكيك، كلشي كيعرف القوام ديال الكيك. كما كتشوفوا غادي نستمر بهذه الطريقه، وغادي ندوز باش نضيف ليه واحد الخماره ديال الحلوى. بالنسبه للمغرب يديروا جوج خمارات ديال الحلوى مقارنه بديال هنايا كتكون فيها بزاف. انا غادي نضيفها كامله كما كتشوفوا، غنضيف هذه الخماره اللي كتعطيني معلقه كبيره ديال خماره الحلوى. هنا غنضيف ربعات المعالق ديال الدقيق لان الخليط باقي ما اجتمعش مزيان، وغادي نضيف معاهم الخماره وغادي نحرك الكل مزيان ورجع معاكم. خلطت الخليط ديالنا كما كتشوفوا، غادي ناخذ الفيرميسيل ديال الشوكولا، حبيبات الشوكولا الوان، وغادي نضيفوهم. لمسه زوينه البنات، وصراحه كيجي غزال وسط الكيك ولا وسط المافين. مهم كيبقى اختيار ديالكم، بغيتو ديروا الشوكولات الاسود حبيبات الشوكولات الاسود كديروهم، بغيتو ديروا الابيض ديروه، مهم كيبقى لكم الاختيار. ولكن صراحه هادو الوان كيجيو حتى وسط الكيك ديالنا كيجي زوين ومنسجم مع ديك ديال الحامض. كما كتشوفوا الخليط ديالنا على هذا الشكل، غادي ندوزو باش نديروه في المول، وغادي نخشيوه في الفرن درجه بالنسبه
المول اللي غادي ندير فيه هو هذا اللي معروف. بعد ما دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، غادي نكب فيه الخليط ديالنا كما كتشوفوا. ودائما ملي كنبغيو نكبوا الخليط ديال الكيك ديالنا في المول كنهزوا يدينا الفوق باش كتجي مفشفشه البنات من الداخل. كما كتشوفوا دابا غادي نخشيها للفرن ونتلاقى معكم. كما شفتوا هي طابت. بالنسبه لدرجه الحراره انا كندير 175 درجه الحراره، تنشعل عليها من الفوق ومن التحت. وبالنسبه اللي عنده ديال البوطه يشعل عليها من التحت حتى تنفخ ويشعل عليها من الفوق. كتجي رائعه ومنفوخه وزوينه، والاهم البنات انها كتجي هشيشه بزاف بزاف ورطبه وما كتفرتتش. كما كتشوفوا غادي ندوز باش نزينها تزيين كيبقى اختياري، بغيتو بالشوكولاط بغيتو اللي بغيتو. انا بالنسبه ليا دايره الكوك الوسط، غادي نزينها بالكونفيتير ديال المشمش. كما كتشوفوا غادي ناخذ الكونفيتير ديال المشمش وغادي ندهنها به، اللي بغى يدهنها بالناباج. وغنضيف ليها شويه ديال الكوك، اللي بغى يدير الناباج عاش يدير الكوك. المهم لكم الاختيار. كتشوفوا بعد ما زيناها البنات، كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الذوق وحسب الرغبه. كما كتشوفوا كتجي هشيشه ورائعه. وبالنسبه لدوك الحبيبات ديال الشكلاط راه ما تيجيوش باينين، ولكن كتجيب واحد المذاق اللي غزاله بذاك المذاق ديال الكوك وديال الحامض، كتجي رائعه. نتمنى منكم تجربوها. واللي شافت الفيديو وكان باقي ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. نخليكم ومع وصفة جديدة ومع فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء وشكرا لكم.